أهلا وسهلا بكم مشاهدينا على قناة اليوتيوب، قناة تعلم العود لزياد هادي. اليوم موضوعنا موضوع شيق وموضوع يتعلق أيضا بتعلم العود وصناعة العود اللي هي دائما رائجة في العراق واللي يعتبر بلدها الأساس في صناعتها وتاريخها، لأنه مثل ما نعرف أنه تاريخ العود قبل 2350 قبل الميلاد. اليوم ألتقي مع أحد الصناع الكبار الموجودين في العراق واللي لهم أثر كبير في صناعة والخبرة في صناعة الآلات الموسيقية، الأستاذ في معهد الدراسات الموسيقية الأستاذ أحمد عارف. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد. إحنا نريد نحب أنه نعرف هاي آلة العود كيف بدت يعني بالعراق، وخاصة نريد نتناول الفترة الحديثة اللي في عهد منير بشير وكيف كان الدعم لآلة العود وشون كان الاعتماد من خلال صناعتها، يعني كانوا يعتمدون على الآلات الميكانيكية أم كانت الصناعة فقط باليد وأهم صناعة؟ نعم، احنا بالعراق عندنا صناعة العود صناعة رصينة وقديمة. ومن أول الصناع اللي كانوا بالعراق عندنا الأسطى علي. الأسطى علي هو كان أقدم الصناع بالعراق. الحقيقة كانوا يدويا يستعملون الأدوات. أدوات المنشار والأدوات اللي صناعة بصناعة الآلة. فهو أول من بدأ الأسطى علي. وبعده تلمذوا على ايده صناع هوايه. نعم، تلمذوا كثير على ايده. زين، طيب هذا عود أسطى علي، هل اكو حد الان موجود هاي العواده؟ موجود من عندها الات، عند عازفين كبار. من ضمنهم الاستاذ سالم عبد الكريم على ما اتذكر. لانه اله مميزه بالصوت. وخفه الوزن. وقياسات المضبوطه. اذا يعني العود يعتمد على القياسات بالتاكيد. طيب، يعتمد ايضا على نوعيه الخشب؟ نوعيه الخشب ايضا مهمه من طيب. ناحيه الشكل ومن ناحيه الشكل. الصوت. نعم. طيب زين، يعني اكو بالدرجه الاولى نوعيه الخشب السيسم او من او الجوز او اي؟ والله هو بالنسبه للسيسم يعني من ناحيه الشكل. ناحيه الشكل بس. بالنسبه للصوت مثلا عندك الجوز. الجوز الصندل هاي من الاخشاب الراقيه بالصناعه، مصوته وجميلة أيضا. بالنسبة للسيسم، السيسم شكله جميل بس شوية بدهون أكثر. فيكون صوته شوية أقل. ها زين، الكواليتي مالته أقل. نوعية ها الكواليتي. طيب زين، أكو نوعية يسميها المهوغن أو مدري شنو هذا؟ هاي نوعيات الخشب. نوعية الخشب أكثر النوعيات يعني يصنع بها العود. زين، إحنا هنا بالعراق أم نفضل نوعية من الخشب معينة؟ لا، هو جميع أنواع الخشب تستعمل بالعود، حتى الأخشاب المحلية. من ضمنها الكاليبتوز، الزيتون، السدر، كل هذا ممكن أن ينشغل بالعود. زين، ليش دائما يختارون المفاتيح مفاتيح العود أبانوس؟ لقوتها. لقوتها مو؟ وثبات الدوزان بها. تكون ثابتة. زين، هل طرأ على الآلة العود فالشيء يعني استحداث على هذه الآلة أم بقت على نفس وضعها الحالي؟ لا، أكيد هي تغيرت بزمن منير بشير بوقتها. طلب من محمد فاضل صناعة العود السحب اللي احنا نسميه السحب. اللي هو ربط الأوتار يكون بنهاية العود، غزالة متحركة. هذا بسبب انه صار عنده حادث انه الغزالة الثابتة انشلعت. قلعت من مكانها بسبب الضغط والرطوبة العالي. ومكان رطوبة كان رطوبة. بالنسبة للسحب يكون دوزانه يختلف. صحيح. ويكون طبقته عالية. ها، يكون مختلف عن الشرقي. مختلف عن دوزان الشرقي. ومتانته أقوى. متانته تكون أقوى. صحيح. وصوته يكون صادح أكثر لأنه دوزانه يختلف. طيب زين، صناعة العود حاليا بالعراق وين وصلت؟ إلى أي مستوى خاصة بعد هذا الكم الهائل من الصناعات في سوريا وكم الصناعات في تركيا؟ يعني هل أصبح حاليا بقى البلد الأول؟ أكيد بقى بالنوعية. ها بالنوعية. وإلا بالكمية موجود بسوريا، موجود بتركيا، موجود ككم يعني. ولو تركيا هم آلة جيدة وراقية.
نعم. بس بالعراق النوعية، نوعية الآلة ها. يعني عندنا صانع. خلينا نتمشى نتمشى احنا ونسولف زين. طيب الآلة الموسيقية بالنسبة للعود أكيد هي حتى نقدر نحافظ عليها من الجو ومن الطقس. أكو يعني أنا ألاحظ بعض المرات أنه عوادة الصندوق الصوتي أو الطاسة أنه تنفطر، هاي شنو أسبابها؟ هاي يبقى الحفاظ عليها من قبل العازف ها. أنه دائما يحافظ عليها بمكان مو رطب، مكان مو حار كلش أو بارد. نعم. يحافظ عليها دائما بمكان معتدل. نعم. ودائما إذا تركت الآلة فترة أنه تترخى الأوتار مالتها لأنه شد الأوتار مستمر عليها يأثر على الزند، يأثر على الوجه. الطاسة تنفطر عادة من وراء الأجواء ها. يعني زين. طيب الدوزان، دوزان الآلة أنا راح أنزل طبعا قبل هذا الفيديو. نعم. راح أنزل أنه عملية الدوزان شو راح تتعلم الدوزان للموهوبين. فأنا إجاني سؤال في بالي. نعم. هل يعني الأوتار هي أكيد تعتمد على يعني نوعيتها؟ يعني أنا أكيد. شايف أوتار أنه ما تنزل يعني من دوزن بها بعد ما تشتغل عليها ما تنزل. هاي أكوز... هاي نعم. حسب الشركات اللي تصنعها. أكو شركات رصينة صناعة الأوتار تكون الوتر بها من مواد جيدة. مواد جيدة اي نعم. فتكون محافظة على دوزانها. نعم. واكسبايرها يكون اطول. صحيح. وطيب الريشة، ريشة العود اكو نوعية مثلا لو فقط البلاستيك اللي البلاستيك عادة، واكو مال قرون، قرون الغزال او قرون، قرون الغزال. انا جتني يمكن صلبة شوية. جتني يمكن احدى احد اصدقاء في الخليج ارسل لي يمكن قرن مال غزال و... لكن قوي ده حسي مع الآلة. هو يصير قوي يعني قرن الغزال قوي موت للريش البلاستيك. اي من ناحية تكون أنعم. ها تكون أنعم. نعم. اي أنعم. زين هناك يعني ولو يعني احنا مريد ناخذ وقت بالفيديو، لكن المواد المستخدمة بالعود يعني مثلا عندك العدد اليدوية اللي تشتغل بها. اي نعم. والخشب مادة أساسية. نعم. اللي هي خشب الطاسة والزند والبيت الملاوي والمفاتيح. والوجه يختلف، يكون من الصنوبر، من أخشاب الصنوبر اللي هو احنا نسميه شام هنا. زين يقولون جام مو شام. شام اي بالتشيم حرف جيد. نعم. شام اي. والصندوق الصوتي وبيت الملاوي والزند لا، هذا من خشب واحد، كأن يكون سيسم أو جوز أو صندل أو سدر أو زيتون، كل هاي النوعيات تستخدم به. زين. عندك بعد نعم. الغرة عندك نعم. الدملوك والسلر مواد الأصباغ. جميل جدا. القالب اللي تشتغل عليه. نعم. هي هاي المواد تقريبا الأساسية صناعة. زين. طيب الأوتار حاليا اللي جيدة نعم. أكو نوعية خاصة؟ اكو نوعيات، اكو براميد، اكو اليس هاي الدرجه العاشره مثل ما يقول. العاشره صحيح. يعني حتى مبلغها يكون بسيط. اذا انا اشكرك استاذ احمد المتخصص في طبعا عازف اله الناي ومتخصص في صناعه الالات الموسيقيه، الاستاذ في معهد الدراسات الموسيقيه في العراق بغداد، واحييك وانا اشكرك مره ثانيه. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. ونتمنى اصدقائي المشاركه بهذه القناه اللي انا راح اتابع بها سلسله دروس. اول شيء نتعلم الموسيقى ومن ثم نتعلم دراسه العود بطريقه سهله. شكرا لكم، وان شاء الله انتظرونا بفيديو اخر. شكرا جزيلا.